صحيح باين من وجوهكم. هند علوان مدربة الكيتو المعتمدة، أهلا وسهلا بيكي معانا في لايف ستايل. هلو هاي الأخبار؟ جود وانتو؟ كله مية مية ماشي الحال. هند قبل ما نبلش، انت بسبب شغلة عانيتيها صحيا صح، انت قلت وعملت ريسيرش وتعمقت أكثر بالكيتو دايت مظبوط، واليوم عندك أكثر من 90,000 فولوور تقريبا ويو انفلونس مان بطريقة كتير حلوة وخاصة بهيدا المجال. بدي أسألك قبل ما نبلش، في كتير ناس بتسمع عن الكيتو دايت بس ما بتعرف شو هو تحديدا، فيك تعطينا وصف مفصل عن هيدا الموضوع عن هيدا النظام؟ الكيتو هو بكل بساطة وقت الجسم بيعتمد على الدهون كرمال مصدر للطاقة بديل عن الجلوكوز. سو وقت الواحد بيعمل كيتو بدل ما يستعمل الجلوكوز بيصير يستعمل الدهون المخزنة بجسمه كطاقة، وهيدا بتفيده أكتر ولوقت أطول وصحياً كمان بيحرق الدهون اللي بالجسم، مشان هيك الناس بتضعف. أوكي صار حلو. إيه رأيك يا أحمد؟ والله شيء جميل جداً، وطبعاً نادر الكيتو مو كيتو دي ما شاء الله، يعني الأكل أكل ما يفرق. بالضبط أنت عارف. طيب بحب الأكل. أيوه وأنا معك كمان. طيب شيف إيش هتطبخينا اليوم؟ اليوم رح نعمل أكلة تركية، هي عبارة عن عجينة، بدنا نستبدل العجينة العادية بعجينة كيتو يعني ما فيها طحين، ورح هي بالعادة بتكون ميلفاي. رح نعملها بطريقة كيتو، رح نحشيها لحمة مفرومة مع بصل، فينا نزيد عليها بيكلز، فينا نزيد عليها خردل، كاتشب، تتصير مثل البرجر. حلوة قوي، أنا أحب الكلام ده زي ما قال أحمد، أنا بحب الأكل. خاصة نظام الكيتو يعني هو بيستبعد الطحينة، صح كده؟ طحين الطحين والسكر صح. طيب عايز أعرف لو إنسان عادي، إحنا كده بنقول باي باي للحلويات وللعيش. طيب صح. أي إنسان عادي إيه اللي المفروض يحسسه بالاكتفاء بدل الحاجات دي، ولا هنواجه صعوبة؟ إجمالاً ما في طبخة عادية إلا ما فينا نبدلها بطبخة كيتو، نستعمل مواد غير. ووقت الواحد بيعتمد الدهون كمصدر أساسي إنه يغذي جسمه، ما بيعود عنده رغبة إنه يأكل سكر. بس برضو بالكيتو في حلويات هي نستعمل فيه السكر الكيتو، هو سكر كتير صحي للولاد للكبار اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني it's safe for everyone. يعني بس مع الأكل نسكافيه أي حاجة نحط سكر كيتو صح. حلو. حتى انا بقول على طول عندي على صفحة انه نستبدل حتى اللي مش عم بيعمل كيتو يستبدل السكر بحياته بسكر الكيتو، it will be a great step for change. حلو ده صحيح، وانا بالصراحة اشجع الكيتو مرة بسبب انه اختي عندها صرع وتستخدم الكيتو كمساعدة لعلاجها. أوكي. والحمد لله زبط معاها هي شخصيا. الحمد لله. وبس حاب أعرف أكثر منك شيف، مين الناس اللي تتوقع يستفيدوا أكثر شيء من الكيتو، وهل ينفع هذا الدايت لرياضيين زيي جهد الجسدي جدا عالي لينا؟ الناس اللي بيستفيدوا أكثر من الكيتو هن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري، ضغط الدم، كل هول الأمراض العصرية بيسمون ميتابوليك سيندروم، ومثل ما ذكرت الأشخاص يلي عندهم صرع ويلي عندهم توحد. أثبت الكيتو إنه هو بقلل كتير من نوبات من هول النوبات، وبالفترة بيناتهم بتكون أطول بكتير.